برحب بحضراتكم مرة تانية. وزي ما الفريق الأول طبعا لكرة القدم بنادي الأهلي في وقفة أو وقت راحة دلوقتي قبل الفترة اللي جاية اللي كلها ضغط مباريات كبير جدا في شهر إبريل اللي جاي، وطبعا بداية من مباراة المريخ في دوري أبطال أفريقيا يوم 3 إبريل، احنا كمان بنقف وبنتكلم وبنشوف الفترة اللي فاتت مشيت ازاي بنقيم أداء النادي الأهلي وازاي قدر ان هو الحمد لله يتخطى كل الصعوبات الفترة اللي فاتت وايه اللي جاي. هنتكلم كتير قوي على النادي الأهلي وعلى الفترة اللي جاية مع كابتن شريف عبد المنعم نجم الأهلي السابق وطبعا نجم الاستوديو التحليلي بقناة الأهلي. برحب بيك يا كابتن ودايما منورني. ميرسي يا سارة، أنا برحب بيك كمان، ميرسي، وبرحب بكل القناة ومبروك الماتش اللي فات. مبروك طبعا علينا كلنا، اتبسطنا. كنت متوقع النتيجة دي يا كابتن؟ من ماتش اللي كان هنا في مصر حسينا إن احنا اتخدعنا أو الحظ ما كانش معانا يعني. أو الحكم كان فيه مشكلة. الضربة الجزاء كمان زي ما انت برافو عليكي، فحسيت ان احنا رحنا على الجون حوالي 20 مره ولا كانش فيه توفيق، وحسيت ربنا ساعات بيدينا مسج كده يعني لازم الدنيا تبقى متاخده بجد شويه وتركيز ونستغل كل فرصه على المرمى، صح؟ وبرده مجلس اداره كان ليه دور كبير قوي، اجتمع باللعيبه قبل طبعا كابتن محمود الخطيب. محمود كان ليه تاثير دايما بيبقى ايجابي جدا مع اللعيبه واللي بيحسوا بالمسؤوليه الحقيقه، كل الجهاز كله كان رجاله على راسهم موسيماني كمان. يعني انا عارفه ان حضرتك عايز تتكلم على موسيماني كتير وعلى انه ازاي اتعامل الفتره اللي فاتت مع كل الصعوبات اللي مر بيها النادي الاهلي، وكمان ازاي كان قادر يحكم برضو غرفه الملابس يا كابتن. فشوف بقى انت عايز تقول لي ايه على موسيماني الفتره اللي فاتت. بصي، مهما كان البطل بيقابل ضغوط نفسيه كتير قوي ومتطلبات جماهيريه محليه، بقت خلاص وصلنا للعالميه كمان، كل حاجه ده بيصب كله مسؤوليه كبيره قوي على اي جهاز فني بيبقى ماسك فريق زي النادي الاهلي. فريق زي النادي الاهلي في حاله تعارف لمستر موسيماني لما جه، فجه في فتره كانت حرجه جدا، حاله انتقاليه في بطوله افريقيا اللي فاتت، ماتشات مهمه جدا داخل على سيمي فاينل قدام الوداد، لغه تعامل بيها نجح فيها، وصل للزمالك. دايما كل دور الكورونا بتاخد منك احد اللاعبين، يعني ياخد منك كانت ثلاثه لعيبه في الماتش ده، كان اعتقد علي معلول ووليد سليمان وحد تاني تالت كمان اعتقد، مش فاكر مروان ولا تقريبا مروان، مش فاكره انه بعيد جدا. فدايما بيبقى في ضغوط على الجهاز الفني ولازم يبقى عنده حاله تعويضيه من ميكانيزم ومن تاكتكس ومن قرايه للفريق المنافس وقرايه لفرقته هو كمان، كل ده كان في وقت قصير قوي بالنسبه لموسيماني، ونجح الراجل. دخل في اختبار تاني على كاس مصر ونجح، انما انا عشان اقيم موسيماني وحصل بقى الحمله شرسه الفتره اللي فاتت دي كلها، حتى احنا في يعني اسلوب التحليل بتاعنا احنا لا يرحم، دايما بيبقى لنا رؤيه بعد المباراه، يعني نشوف اللي حصل في المباراه ويبقى لنا احنا رؤيه شخصيه ويبقى لنا رؤيه للحاجات اللي احنا واحنا من بره كده شايفينها، ايه الامثل، ايه الاحسن، ايه اسلوب اللعب الافضل، انما ما بنبقاش كلنا حاطين ايدينا مكان مدير فني. فحتى احنا وكل الدنيا كان في حمله كبيره على الراجل اللي هو زيه زي اي بشر، زيه زي اي مدير فني بيمسك اي منطقه مثلا او اي نادي، لازم ياخد وقت ويستكشف وياخد مواقف ويشتغل على المواقف دي في المرحله اللي هو موجود فيها، المرحله الانتقاليه من بطوله محليه لبطوله افريقيه لبطوله زي بطوله انديه، تلاحم المواسم، تلاحم كل ده، هو بيكتسب خبرات في كل وقت مع اللعيبه كمان، مع تصنيف اللعيبه، مع اسلوب الامثل اللي هو يلعب بيه مع اللعيبه، لغايه ما وصل لغايه فيتا كلوب. اعتقد كان في حاله نضج جامده جدا وقرايه كبيره قوي من موسيماني للشكل كله، للوضع كله، للفريق المنافس، للجو، جاب الفرقه ومرنها الساعه 9 الصبح. فكان عنده الحقيقه تفوق على نفسه في الفتره اللي عدت كلها مهما كانت فيها نجاحات، انما الشكل بقى اللي احنا كنا بندور عليه، يعني دايما احنا بندور على الشكل والنتيجه طبعا. او بندور على النتيجه الاول وبعد كده الشكل. اهم حاجه انك تكسبي، بس في مسج لازم تتعمل للدور اللي بعده للانديه الاخرى
للبلاد التانية للعيبة نفسهم وثقتهم ويقفوا على رجلهم ازاي، دي بتبقى عن طريق الجهاز الفني كله، جريد الإدارة لغاية لما انا قلت لك كمان مجلس الإدارة اتدخل ابتدى يحط بعض الثقة في اللاعبين ويقول لهم انتم من احسن الاجيال اللي جت وحققتوا شكل كويس قوي. ففي مصداقية في كل شيء في الحكاية، المصداقية دي كانت مع موسيماني مع نفسه مع جهازه الفني ان هو لازم يغير في اسلوب اللعيبه في الملعب، تحرر اللعيبه زي محمد مجدي قفشه مثلا، ازاي يبقى انت شايفاه بلاي ميكر وفجاه يبقى هو الراس حربه الخفي او ناحيه اليمين بيتصرف فيها ازاي، وازاي يقدر ينزل يبقى بلاي ميكر وهداف وفي نفس الوقت بيملى منطقه فيها غيابات كتير، التعامل والتغييرات اللي بيعملها من اول تاني تايم، مش لازم الاصابه هي اللي بتجبره، انما هو شايف ان في الوقت ده جرأة معينة لازم تتنفذ فنفذها، فكان ليه الحق الامتياز.